الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عادل الأسدي سفير إيران السابق في السويد. أهلا بكم سيد عادل إلى استوديو رافدين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن نظام إيران أو النظام الإيراني زاد من نسب تخصيب اليورانيوم، لماذا لا يبالي النظام الإيراني بالعقوبات الأمريكية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام أخي العزيز. هناك الآن مفاوضات بين إيران وأمريكا بأمر من قبل المرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقام بهذه المفاوضات وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف. إيران دائما في قضية الحرب وقبل ذلك في قضية الرهائن الأمريكيين دائما هي تصر على استمرار الصراع، ولكن في آخر لحظات تستسلم إلى جميع يعني أشياء الذي أمريكا تريدها. نحن رأينا هذا في قضية الرهائن الذي كان في أول الثورة، وإيران كانت مصرة عدم تسليم الرهائن إلى أمريكا، ولكن تحت ضغوط كثيرة إيران استسلمت لشروط أمريكا. وكذلك في الحرب حدث نفس الشيء، إيران كانت مستمرة، كانت مصرة لاستمرار الحرب، ولكن في آخر مرحلة هي استسلمت إلى الشروط الذي هذه الشروط كانت من قبل الأمم المتحدة. طيب هذه أسلوب إيران الذي في دقيقة 90 تستسلم إلى جميع الشروط. أنا برأيي أمريكا الآن من جهة الاقتصادية تضغط على إيران بشكل شديد، وإيران الآن بدأت المفاوضات مع الأمريكان، وإيران في النهاية ستقبل جميع شروط أمريكا. يعني سيد عادل، أنت تقول بأن ربما الأيام المقبلة ستشهد انفراجا للأزمة بين واشنطن وطهران؟ أنا أرى نعم، إيران ستستسلم لجميع شروط أمريكا. نعم. والقضية ما فيها أي يعني حرب بين إيران وأمريكا، والقضية تنحل بهذه الصورة. إذا ما الذي تكسبه إيران من المماطلة في يعني الرضوخ للشروط الأمريكية ربما؟ هذه شلون ما قبل خدمت سعادتك أخي العزيز، هذه أسلوب إيران. نعم. استمر بالصراع إلى دقيقة 90، وبعدين إذا رأت الذي ما في أي حل تستسلم. هاي أسلوب إيران، وقلت ذلك في قضية الحرب وكذلك في قضية الرهائن، نفس الأسلوب في دقيقة 90 إيران قبلت جميع الشروط. طيب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو قال بأن هناك 12 شرطا للتفاوض مع إيران، مراقبون رأوا أن هذه الشروط لا تحمل جديدا يختلف عن الاتفاق النووي عام 2015 بعهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. إذا ما الجديد الذي حملته إدارة ترامب لمواجهة إيران؟ لا يعني الشروط الذي الآن موجودة يعني تختلف عن زمن أوباما. بسبب هذه الشروط إيران غير قادرة على إنتاج السلاح النووي، هذا أول شيء. ثاني شيء عدم التدخل في شؤون الداخلية لبلدان العربية في المنطقة. هذا الأمر جدا مهم لأمريكا وجدا مهم لبلدان العربية في المنطقة. نحن نرى أن إيران عندها تدخل في اليمن، في العراق، في سوريا، وتستمر بهذا التدخل في شؤون الجيران. نعم. الآن نرى. نعم. إذا النظام الإيراني يعني يتجاوز كل الخطوط الحمراء في المواجهة مع واشنطن أو التي وضعتها واشنطن، مع ذلك لم نرى أي تحرك تجاهه. كما قلت سيد عادل بأن هذه هي طريقة إيران التي فهمتها واشنطن في
في اللعبة بين إيران وواشنطن. إذن كيف يمكن قراءة العلاقة الحقيقية بين أمريكا وإيران؟ هناك العلاقة التي موجودة بين إيران وأمريكا علاقة تكتيكية وليس علاقة استراتيجية. نعم. العلاقة الأمريكية مع إسرائيل علاقة استراتيجية، ولكن مع إيران ليست علاقة استراتيجية بل علاقة تكتيكية. نحن نرى في قضية العراق كان نوع من تعاون بين إيران وأمريكا لاحتلال العراق، للأسف من جهة، وكذلك من جهة الأخرى بعض البلدان العربية كان بين أمريكا وبعض البلدان العربية نوع من توافق لاحتلال العراق. نعم. تكتيكيا أمريكا عندها علاقة مع إيران، ولكن ليست هاي العلاقة علاقة استراتيجية. نعم سيد عادل، شكرا جزيلا لك الأستاذ عادل الأسدي السفير الإيراني السابق في السويد، كنت معنا عبر الهاتف.